وللمزيد من المتابعه انضم الينا من موسكو مراسل الغد يوسف بجار. يوسف مرحبا بك. اذا اختتمت جلسه الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا، يعني كيف يمكن تلخيص المخرجات ما جاء في ختام هذه الجلسه؟ صلاح، الجولة 16 من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي أثمرت على توقيع بيان مشترك وخطة عمل. بالنسبة للبيان المشترك، أكدت فيه كل من روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة احترام القوانين الدولية وضرورة أيضا حل الأزمات العالقة بالطرق الدبلوماسية والسلمية. هذا ما أكده أيضا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الذي قال بأن رؤية دول الخليج تؤيد الحلول الدبلوماسية والسلمية لحل الأزمات العالقة بما فيها الأزمة الأوكرانية، مؤكدا بأن مجلس التعاون الخليجي يؤيد أي جهود للوساطة بهدف حل الأزمة الروسية الأوكرانية بطرق سياسية. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وصف علاقة روسيا بمجلس التعاون الخليجي بأنها علاقة جيدة وانعكست في الشق الاقتصادي، متحدثا عن مبلغ يفوق 11 مليار دولار هو التبادل التجاري بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي. يبدو بأن الأزمة الأوكرانية كانت أو تصدرت هذه المحادثات التي كانت اليوم في موسكو، على الرغم من أن لافروف لم يتحدث خلال المؤتمر الصحفي عن الأزمة الأوكرانية، إلا أن مصادر للغد من داخل المحادثات المغلقة التي كانت بين لافروف ووزراء دول مجلس التعاون الخليجي أكدت لنا بأن الأزمة الأوكرانية كانت محور المحادثات التي جرت اليوم في موسكو في إطار الجولة 16 للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي. أشكرك، شكرا جزيلا لك مراسل الغد يوسف بيغار، كنت معنا من موسكو.